السلام عليكم سيد مقتدى الصدر، يقطع الجدل بتوجيه صريح إلى أنصار التيار الصدري بعد اللغط اللي سبب اختطاف وقتل الناشط الصدري أيسر الخفاجي في بابل وما لحقه من تبادل الاتهامات بين أطراف متشنجة. الصدر حذر مما وصفه بالفتنة ومن التفاعل مع أعمال الفاسدين والميليشيات الوقحة والبراءة من ينجر إليها. الصدر حذر من الخوض في الدماء والفتن ومقاطعتها كما يقاطع أهل الفساد. من جانب آخر، أصدرت المحكمة الاتحادية قرار جديد ألزمت فيه بغداد بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية حصرا دون الرجوع إلى سلطة الإقليم، مقابل إلزام حكومة أربيل بتقديم الموازنة الشهرية لموظفيها لوزارة المالية الاتحادية وتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية. وبشأن قانون الانتخابات برلمان كردستان، قررت المحكمة أيضا أن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكردستانية، وأن يتكون برلمان الإقليم من 100 عضو وإلغاء 11 مقعد وتقسيم كردستان إلى ما لا يقل عن 4 مناطق انتخابية. ردود الأفعال حول هذه القرارات جاءت متباينة. بعض الأحزاب الكردية رحبت ورأت أنها منصفة إلى حد كبير، أما أعضاء الحزب الديمقراطي اعتبروا أن القرارات التي صدرت اليوم كانت متوقعة بوجود سوابق لدى الإقليم مع المحكمة الاتحادية. فهل ستلتزم حكومة الإقليم بهذه القرارات أم أنها ستستمر في سياستها بعدم الالتزام بتسليم إيراداتها والكشف عن بياناتها وبالتالي نسف جميع الحلول لأزمة الموظفين وكذلك العملية الانتخابية؟ من سيكون المستفيد ومن المتضرر بحسب موازين القوى وفقا للقرارات الجديدة؟ جديد ورحب بكم مشاهدينا الكرام، ورحب بضيوفي الأستاذ عبد الرحمن الجزائري عضو ائتلاف دولة القانون، الدكتور رافد العطواني الباحث في الشأن السياسي، ومن دهوك الأستاذ محمد عامر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله دكتور. حياك الله سيد. حياك الله أستاذ محمد. خليني أبدأ من قصة اللي حصل في بابل. ما حصل في بابل، هناك جريمة حصلت واختطاف لناشط في التيار الصدري ثم قتله بطريقة بشعة ثم تبادل الاتهامات بين أطراف متعددة. أخذت هذه الاتهامات مدى طويل إلى أن أصدر اليوم السيد مقتدى الصدر، نوعا ما صار نوع من الهدوء. حقيقة شنو اللي شفته بيان السيد مقتدى الصدر؟ ويوميا احنا بين فترة وفترة نهتز لأنه تصير عندنا هذه الأحداث، ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لقناتكم الكريمة ولضيوفك الكرام ولجمهور قناة الأيام الفضائية. أستاذ محمد، متعارف اليوم الاختناق السياسي الذي تسبب بخروج التيار الصدري لا يزال موجود، يعني لوحظ من باب أنه قسم من جمهور التيار الصدري لربما يختلف مع القائد السيد مقتدى بقضية اليوم الخروج من العملية السياسية. هذا ربما داخل التيار الصدري ولا يعني لنا في الإطار حقيقة هذا الموضوع. من ناحية هذه الجريمة التي حصلت حقيقة، طبعا أكيد كل إنسان عراقي اليوم غيور اليوم لا يقبل اليوم بقضية اليوم قتل شاب عراقي ناشط تابع إلى أي جهة معينة بعيدا عن أن يكون بالتيار أو غير التيار. زين. أما رمي حقيقة الاتهام بدون أدلة واقعية وإجراء التحقيق لا يزال قائم لحد هذه اللحظة. أنا قبل لا يمكن أتوجه إلى قناتكم الكريمة كان اتصال مع الإخوان الأمنيين في محافظة الحلة ويبذلون كل مساعيهم طبعا، ولربما وصلوا إلى جزء من واقعة الجريمة بالأدلة. هنالك لربما مو نستبعد القضية شخصية، هذا جانب نضعه أمامه. مع كل هذه الاحتمالات، أشرت إلى السيد القائد مقتدى الصدر، الشكر موصول
من كافة قيادات الإطار وبالخصوص قيادة الحشد الشعبي والمتمثلة بكل الفصائل طبعا قيادة وشعبا. نشكر السيد مقتدى على الموقف حقيقة، هذا الموقف العلوي البطولي الذي يمس لربما هذه اللحمة الوطنية المتعايشة في هذه المحافظات الفرات الأوسط ما بين محافظة النجف والحلة وغيرها، وما حصل أيضا لربما من تصرف من عناصر تابعة إلى سرايا السلام كان استعجال بي، والأجدر كان أن تكون هنالك اليوم قانون عراقي موجود، العدالة متوفرة في هذه المحافظات، سيد المحافظ قائم على عملية التحقيق، قائد الشرطة، كل هذه المتبنيات موجودة. لكن مع ذلك أرى أنه بيان السيد مقتدى لربما إطفاء شمعة الفتنة، وهذه لربما كان تحرق اليابس والأخضر لا سامح الله. أما في قضية هل هنالك أدلة على جهة معينة أنها قامت بهذا العمل، يعني ادعاء العشيرة الخفاجة بأنه متهمين جهة معينة من قبل الإطار التنسيقي وهي متمثلة بأهل الحق العصائب، لا يوجد دليل لحد الآن قطعا دكتور. إحنا على مود نتبين أنه المشروع كان بزعامتهم وكان هذا الموضوع وجريمة القتل والخطف وما شابه ذلك. إذن لا يزال نتحدث عن الشبهات عن الاتهامات، فبالتالي القانون لا يعتمد على الاتهامات، القانون العراقي القانون يعتمد على الدليل. إذا يوجد دليل طبعا بالتواصل اليوم الموجود الاجتماعي يختلف الرأي عن رأي الموجود الأمني، اليوم الأمن الوطني لديه تفريغ لكافة الاتصالات قبل عملية الخطف. أيضا هنالك كاميرات اليوم موثوقة في الشوارع عندما جرت العملية، كل هذا موجودة. زين، إذا كان هذا الموضوع شخصي اسمح لي أستاذ محمد أكملت الفكرة، ليش ما يصرحون بها الناس حتى تطفئ الفتنة؟ ليش ما يقولون القاتل فلان؟ وإذا كان القاتل ينتمي إلى جهة سياسية مثل ما يقولون راح يسلم؟ أكيد المفروض يسلم. أكيد إحنا طبعا اليوم يعني خل أحكي لك بصورة عامة، أنا مو متحدث رسمي عن العصائب، ولكن أنا اليوم جزء من الإطار، أنا تحدث لك عن وجهة نظر الإطار. زين، الإطار حصلت هكذا جرائم، والآن موجودين معتقلين بقضية القانون العراقي، فبالتالي إحنا إذا اليوم باكر اتضح للقضاء العراقي وللعدالة ولقضية الأمن الوطني وقائد شرطة والمحافظ أن هنالك شخص متورط بالقضية تابع إلى جهة معينة يسلم للقضاء العراقي. زين دكتور حياك الله. حياك الله دكتور. أولا يعني جريمة حصلت واتهامات متبادلة بشكل سريع، يعني كأنما هناك شيء مسبق، ناس معبأة، يعني كأنما أنه من قتلني فلان، أكو دليل على أنه من قتلهم فلان بهالطريقة؟ اتهامات يعني صارت بصراحة عجيبة غريبة. تحية جنابك دكتور محمد ولسيد الجزائري وأيضا لضيفك الكريم وكافة عاملي ومشاهدي قناة الموقرة. بالحقيقة أولا الرحمة والغفران للشهيد أيسر، هذا الشاب الجميل اللطيف المتدين. حقيقة أنا كنت البارحة في مجلس عزائه وأبناء عمومته غضبين جدا، التيار الصدري غضبين جدا وكاظمين الغيظ حقيقة بما حصل، جريمة بشعة. أنا أعتقد هي ذات دوافع سياسية واضحة جدا، يعني حصلت لأول مرة جريمة القتل تحصل بهذه الوضوح. سيارتين وأرقامها مكشوفة، الشخصيات مكشوفة، وضح النهار أمام يعني منزله، الأشخاص اللي نفذوا العملية مكشوفين معروفين. والله أنا هذا أتركه للجانب الآخر لسرية الموضوع ولكي تأخذ العدالة مجراها في هذا الخصوص. أشخاص في وضح النهار، طبعا عملية الجريمة بشعة بما يوصفها دكتور محمد. الرجل لم يسلم عضو من أعضائه إلا وهدم أو كسر، يعني الرجل مهشم، تم دهسه بالمرة الأولى، وفيما بعد ذهبوا مسافة معينة سيارات اثنين ربما ثلاثة وعادوا مرة أخرى ودهسوه. من بعد دهسه يبدو أنه قتل في ساعتها أو أغمي عليه، وحملوه ووضعوه في البودي مال السيارة، يعني وضح النهار يقتلوه ويخلونه بالبودي مالته. هاي جريمة، هاي صارت لا النهار. لا أنا خلي أحكي لك على الدوافع السياسية زين لسحب التيار الصدري.
لانجرار التيار الصدري لاقتتال طائفي ولتغطية شبهات هم يعتقدون أنه التيار الصدري سيندفع بها. هي كانت خطوة ذكية وغبية في نفس اللحظة. ذكية بأنها استخدمت أدوات مغطاة تغطية سياسية وهذا احتدنا عليه بالعراق. زين وضح القتل في هذه وضح لي أكثر هذا يعني شنو علاقة هذا الناشط بهاي القضايا اللي ذكرتها؟ لا أنت تعرف جنابه كان أتكلم السيد يتكلم إحنا في وضع سياسي وبضمن سقف الدستور نتكلم من رئيس الوزراء لأصغر موظف بالدائرة العراقية. زين ما عندنا خطوط وحتى الصدريين أيضا تكلموا عليهم. أنا أضرب لك مثال مثلا السيد أحمد وشاح ناشط تشريني شتم السيد محمد محمد صادق الصدر صحيح وراح السيد مقتدى وانتهى الموضوع وراح السيد مقتدى الصدر وقال له أنا جبتك حتى أحميك ايه؟ بس مرة الثانية ما أقدر ألزم أتباعي لأن أنت تعرف منزلة محمد صادق الصدر. زين وبالتالي أنا أقول حتى لو تكلم أيسر بكلام نقد جهة معينة نقد فصيل معين هذا أمر طبيعي جدا لا يمكن أن تعطي الشرعية لقتله. هذا الموضوع لا دكتور محمد دكتور بسمح لي يعني احنا نعم. ليش نجزم بانه هاي قضيه تتعلق بانه هو انتقد جهات سياسيه وهاي رده الفعل عليها طبيعه الجريمه؟ دكتور استاذ عبد الرحمن قال لك ممكن تكون لا هاي القصه تتعلق بجوانب شخصيه اخرى لو كان هو جريمه جنائيه لو كان هاي جريمه شخصيه انا اؤكد لك خلال 3 ساعات سيلقى القبض عليهم لكن الجنات تابعين لجهه سياسيه وهذه الجرائم وبهذا الطريقة هي من المؤكد وأنا أطمئن الجمهور الصدري من خلال قناتكم الصدريين وصلوا إلى مراحل متقدمة وأيضا الأجهزة الأمنية تعاونت بشكل تام يعني بهذا الملف وكل التسجيلات والكذا فما أريد يعني أحرق المعلومات. زين فأطمئن على الجميع. السبب شنو؟ السبب اولا عده اسباب واحده مو قضيه شخصيه او ابدا انا اؤكد لك لان مقتل ابن عم السيد هادي العامري خلال ساعات كشفوه لان تعرف عندنا اجهزه واستخبارات وعندنا ادله جنائيه زين هذا ليش ما ينكشف؟ هذا ما ينكشف لان المجرمين وراهم جهات سياسيه ومغطين بغطاء حكومي ولذلك لا يمكن للاجهزه الامنيه هاي انا اقول هؤلاء المجرمين زين اكبر من السلطات أكبر من أكبر السلطة؟ من السلطات الداخلية تمام. ولذلك السلطات الداخلية أنا أيضا أعول على السيد وزير الداخلية الضباط المخلصين أن يكشفون خيوط الجريمة كي لا أنا أقول هكذا كي لا نصبح كالغابة يعني أنا أحمي نفسي بالتالي أنا بس يعني مو بس هاي القصة يعني أنا أبو الداخلية أنا وزير الداخلية أنا هسه وزير الداخلية أنت عملك تحميني أنا كمواطن انت ضابط تحميني تمام انه انا اذا ما تحميني خلاني احمي نفسي وهذا احنا ما نريده. ولذلك اولا اوجه شكري لسماحه السيد مقتدى الصدر وايضا للجمهور الصدري زين بضبط اعصابهم وانا يعني افند كلام السيد الجزائري ما حصل البارحه ليسوا صدريين هذه ايضا هي ذات الاطراف يعني اللي قصفوا مقر الحشد مو صدريين لا ابدا مو صدريين والصدريين ضابطين اعصابهم ولديهم توجيهات مشددة عدم الانجرار وراء هذه الفتنة. شكرا سماحة السيد مقتدى الصدر زين. شكرا للجمهور التيار الصدري لكن لا تدعون الموضوع يمر مرور الكرام كي لا تتكرر هذه الجرائم. يعني السيد لما يتحدث عن وقت الفتنة بهذه الطريقة بهذا الشكل يعني لازم عنده معلومات عن الموضوع معلومات ما اقول لك كامله كي اي لازم يعني عنده اشياء كامله ومعلومات كامله. انا البارحه من رحت حقيقه كثير من الاسماء انطرحت اثناء العزاء حقيقه كانت ابناء عمومته اجوني واصدقائه شاب جميل شاب مهذب متدين شاب ذات قيمه علميه طالب ثالث كليه في جامعه بابل ولديه ممارسات ونشاطات خيرية بمستوى مساعدة الفقراء كداعية إسلامي وأيضا هو من أنصار التيار الصدري ومن الجريمة ومن القبح أن يقتل شيعي وأنا أؤكد أدوات القتل شيعية ليست سنية أدوات القتل شيعية ليست سنية أؤكد عليه. ودليل يعني على هذا الكلام؟ السدلية احنا نتركها للأجهزة الأمنية وطبيعة القتل سيد الجزائري
طيب. سيد الجزائري نعرف احنا طبيعة القتل، من يمارس هكذا قتل وبهذه بهذا الوضوح؟ هذا اتهام. اتهام لمن؟ اتهام لجهة معينة. منو الجهة المعينة؟ انت اولا تحدثت قلت دوافع سياسية، وهو نعم. ناشط الرجل وطالع خارج العملية السياسية، ايه؟ لا هو مثلا ضابط عسكري في وزارة الداخلية، ولا هو رجل سياسي وإلى منصب معين على مود يقتاد إلى جريمة منظمة. هذه جريمة منظمة، بالتالي سيارات عجلات تنقل شخص وتضربه وتقتله وتتحدث. لا تذهب إلى بغداد سيدي الجزائري، استاذ رافع رجل ضابط وتعرف جنابه. أنا ما أريد أقاطعك لأنه لا أدبيات الحوار بالتالي، لكن أنا أريد أوضح لك احنا الان ماكو دليل. انا دا اقول ماكو دليل. اذا لربما العمليه شخصيه. ليش ما في شخصيه؟ انا اكد لك لو شخصيه ولو عنده عداء. انا البارحه في عزاء الشهيد ايسر الله يرحمه الله يرحمه، اطراف مو صدرين ابد يبكون عليه وبكاء شديد. اكيد يعني ابناء عمومته ليسوا صدريين كلهم. زين قالوا ما عنده اي عداء شخصي، واحنا لو نعرف الطرف الفلاني او عنده عداء عشيره فلانيه أو متعارك مع شخص معين، وأنا أؤكد لك لو كانت جريمة شخصية يتم الكشف عنها خلال أقل من 24 ساعة، والآن الأجهزة الأمنية مشخصة وطمنت جمهور وطمن جمهور الصدري. وشكرا سماحة السيد عليكم بضبط النفس، وشكرا أفند كلامك. البارحة السرايا لم يرفعوا السلاح، وهذا اتهام ايضا سيد الزعيم لازم تسحبه. لا اسمحني ما اسحبه. لا هذا اسمحني مو انا اقول جهات الامنيه. لا جهات الامنيه اولا المتحدث باسم الحشد قال الاخوان في السرايا هذه تهزئه. هذه خطابات دبلوماسيه استاذي العزيز. انت ليش تتهم؟ انت تتهمني سيدنا، وبالتالي لما تضرب مقرات تابعه الى اتهم منه. اتهمتنا بعد من اتهم منه؟ انتوا هسه تقولون التيار الصدري من ما صدري. انت جزء منهم. صدري لا انا اقول الموجزه زين، بس هاي جزء منهم. انت ما جزء منهم يا سيدي الكريم، مو كيف. بس خلينا انا اقول لك لا تجي. بس اسمح لي يقول باسم الحشيد قال الاخوه في السرايا قالوا مو احنا. زين هاي الخيوط سيدنا العزيز. زين ليش ما يكون هم بس السرايا؟ مو هم هسه خلينا نجي لواقع الجريمه. انفصل الجريمه اذا مو هم. شنو الجريمه؟ هاي جريمة القتل. حايط ترى حايط فارغ. هسه حايط هسه الحايط ما الله سبحانه وتعالى حامي. حايط مال الحشد هذا الله من فوق حامي. شنو كعبة مثلا؟ لا شنو؟ ها اذا نشوف هنا هذا متغير الكلام. شنو متغير؟ لا احنا خلينا نتحايط حايط الحشد مقدس. دكتور. لا مو مقدس. شنو مقدس؟ لا مقدس الحشد. لا شنو مقدس؟ دكتور لا مو مقدس. بس اسمع كيفك. بس بحر هذا رأيك يعني انت الان مقدس، لكن انا عندي الحائط مال الحشد وبنايات الحشد وكل الحشد مقدس. لو تدري جريمه سيد تعرف شو الجريمه. انت رجال ضابط شو تقول لي جريمه؟ دا اقول لك مو السرايا والمتحدث لا يتحدث عن جريمه القتل. جريمه الحائط السرايا. انا لم اذكر جهه معينه، انا قلت ادوات طريقه الجريمه. ايه؟ هاي الجريمه لا يجرى عليها الا جهات نعرف طبيعه الجريمه. اعلنها انت. اعلنها منو انا؟ انا اعلنها يعني. انا اتمنى تكون الشجاعه اليوم. انا اليوم اتهم جهه معينه اقول هاي جهه. وانا قلت باكر القضاء العراقي امام الحكومه العراقيه امام جريمه. يعني امامك واحد يجي يعلن فلان قتله فلان. قيادات اليوم بيئة الدولة اليوم المواطن العراقي، اترك القيادات اترك الإطار كله، الشعب العراقي اليوم يريد استقرار أمني في هذه المحافظات. هذا التعايش السلمي شو راح يكون وانت تتهم من يقتل هو شيعي انضمام من نفس الطائفة؟ هذه قضية ما لها علاقة بالطائفة. الميليشيات الوقحة القذرة اللي قتلت القتلت هذا رأيك. لكن أنا أقول لك إحنا نبعد قضية وأنا أقول لك سيدنا اللي تتابع الحشد. سيدنا لا ما أقول لك الحشد. أنا ما قلت الحشد. أنا أقول الحشد بريء. الحشد انت هسه ما مقتنع بالحائط مال الحشد. انت الحائط مال الحشد تقول وش الحائط الكعبه؟ لا انت انا عندي الحائط مال الحشد احسن من الكعبه. هذا بالنسبه لك. هذا رايي. اي ربك يا ربك الثاني. هذا رايي دكتور. ربك الثاني. بس انا اقول لك تمام. هذا خجال بدون نتيجه. بس انا مفرده وحده. انت حضرتك تعرف شنو الدوافع السياسيه؟ انا اقول لك شنو الدوافع السياسيه. شنو يعني؟ زين الدوافع السياسيه. انت منافس عندي. اسمح لي. انت هو بجهه التيار الصدري هل هو منافس مع الاطار؟ لا خارج العمليه. لا مو منافس. انا ما محتاج. انا اقول لك هنالك دوافع شخصيه. هذه ابدا
ابدا مو دوافع شخصيه والايام تثبت كلامي. تمام اكيد لو كانت دوافع دكتور شخصيه نعم. لا لا فقط للسيد الجزائري لو كانت دوافع انا اؤكد لك الاجهزه الامنيه اقل من 24 ساعه تكشف. بس الاجهزه الامنيه انطت بيان تبقري يوم اخرت بيان يلا انطيني اياه سيد عبد الرحمن القائد الشرطه هسه اطلع لك تسجيل صوتي يا شعب العراقي سمعوا قال احنا وصلنا للخيوط الجريمه. اي خيوط الجريمه اكيد هذا الشيء اكيد. بس تسلم تسلم انا كل من عمل بهذه الجريمه الى القضاء ما نتمنى هذا اللي هذا الشيء. ليش نشمر التهيمه سيد عبد الرحمن؟ اسمح لي اسمح لي والدكتور دكتور اسمح لي. اولا هاي جريمه قتل سواء كانت سياسية سواء كانت جريمة رئيس سواء كانت جنائية سواء كانت شخصية سواء كذا كذا ما نقدر احنا اليوم قاعدين هنا ونقول فلان قتل فلان. الله سبحانه وتعالى للاثنين وللناس ايضا الله سبحانه وتعالى لما يريد يكشف جريمة قتل نزل سورة كاملة بالقرآن سورة البقرة وراحة ودورة وحققة وكذا وبعدين طلعت. هذا تبادل الاتهامات بهذه الطريقة يسوي لنا مشكلة بالشارع لان الناس هسه تقول والله يا القتل يا قتل فلان وهي قصة يعني بصراحة. يجب على القوات الأمنية خلي أكمل حتى لا تنحسب ما أدري شلون. يجب على القوات الأمنية أن تتعامل مع هذه الجرائم بحزم وأن تكشفها بأسرع طريقة ممكنة وأن يحاسب مهما يكون هذا الشخص وشنو موقعه والمن ينتمي ويروح للسجن لأنه قتل نفس بريئة. بالضبط. وأنا أقول لمحمد الشاع السوداني أنت وزير داخليتك هاي كلام لمحمد الشاع السوداني إذا لم تكشفون قتلة أيسر قدموا استقالتكم اشرف لكم قدموا استقالتكم اشرف لكم. من يحمي الناس؟ من يحمي الناس؟ تردون الناس تقتل الناس؟ انت وزير الداخليه عليك انه تحمي العراقيين. انت قائد العام للقوات المسلحه تكشف لنا منو قتل ايسر. ذاك اليوم غطيتوا شغله ابو باقر وما قدرتوا تطلعون الامريكان تطلعون حيفكم بايسر. روحوا اكشفوا لنا قتلت ايسر. لا تخلون الناس تتعارك واذا ما بيكم حيف اطلعوا قولوا نقدم استقالتنا وهاي الاحزاب وهاي الميليشيات اكبر من عندنا. لا تخلون العراقيين يتقاتلون. استاذ محمد هاي رساله موجهه الى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء مو معني بهذا الموضوع. المعني بالموضوع قائد العام للقوات المسلحه. المعني بالموضوع وزير الداخليه. وزير الداخليه والقائد العام للقوات المسلحه. اسمح لي اسمح لي. تمام انا عندي ضيف اخر وانا ما يخالف. لا مو لازم لازم يلا يلا بس بس دوري. تفضل. شو كل الاستاذ رافد تفضل خطب بينا هسه خطبة الجمعة هو الله يخليك. طبعا انا رسالة القائد العام لوزير الداخلية. انا مقهور شاب شيعي يكتب بهذه الطريقة. والله احنا مثلك استاذ رافد. تعرف سيدنا دايسين ماكو ضلع بي سالم واضح الناس جريمة بالاطار جريمة لا يقبل لها اي انسان اليوم واضح انها سيدنا. بس معلي احنا وين قاعدين بغابة؟ انا ما اريد نتحدث بدون دليل ما يصير. انا من قايل لك دليل؟ انا هسه انت بجهة لا اقول لك انا اكد على انه السيد اكد ضبط النفس. وشكرا سيد مقتدى شكرا سرايا السلام شكرا الجمهور الصدري على ضبط النفس. وانا اريد دور الداخليه هي تاخذ دورها. تمام عندك شيء تعلق عليه حتى دكتور رافد اسمح لنا. لا هو نفس ماكو اختلاف ولكن انا ما اريد اليوم نبعث رساله الى انه اكو وضع متوتر. لا بالعكس مسيطر على الوضع تقريبا. يا مسيطر شوف لي بديال الناس اطارات على مود انتم هسه واحد يناس ينافسكم بالدكتور. الله يخليك دكتور خليك من الكلام دكتور خليك من الكلام. لا ما نكمل كلام خليك يا وضع شوف ديالة صاير فيها زين. هو تحدث لك عن بابل الان دنن دننقل رساله فيما حدث في بابل. اما تقول لي في المحافظات طبعا الوضع عام اليوم اكو ارباك محافظين جدد نزاعات اختلافات هذا ما لنا علاقه. تمام انا تاخرت على ضيفي من كردستان متاسف جدا استاذ محمد. استاذ محمد بلي تفضل. انا جدا جدا اتاسف يعني بس لابد من الاحاطه ل يعني جريمه وتحصل في محافظه عراقيه وبهذا الشكل والناس يعني عموما القرار اللي صدر من المحكمه الاتحاديه بخصوص اقليم كردستان وراتب الاقليم شلون تلقيتوه؟ انا لاحظ اخ محمد بالسلام لك وللاستاذين العطواني والجزائري. إذا كمثل الموضوع لاحظ أخوي الله معطينا سماء تنفض أنهار تجري الخصبة تنبت وثروات معدنية تحت أرضنا ما شاء الله. وعندنا دستور ينظم عملية الاستفادة والصلاحيات الاستفادة من نعم الله وتوزيع نعم
الله على عباد الله. لكن عدم تنفيذ الدستور هو اللي حقيقة مواد دستورية هو اللي أولا من جهة يجعل شبان يقتلون على الشوارع ومن جهة أخرى شعب يتعرض إلى التجويف. إذا تسمح لي بمثال مختصر جدا أخ محمد، لاحظ الدستور العراقي ينص على أنه الاتحاد يجب أن يجري الإحصاء، وموضوع الإحصاء مهم لأنه حصة أقليم كردستان من الميزانية السنوية العامة تعتمد على نسبة سكان أقليم كردستان إلى سكان العراق. زين. الآن ما أجروا الإحصاء، فيحصل اختلاف بين حكومة أربيل وحكومة بغداد الاتحادية وحكومة الأقليم. هل حصة الكردس هل هي 21% كما تقول حكومة أقليم كردستان باعتبار مناطق تحت مناطق من أقليم كردستان تقع في محافظات أخرى خارج المحافظات الثلاثة، أقصد كركوك، سليمانية، عفوا موصل، صلاح الدين، ديالى، هم هي 14% كما هي أرقام وزارة التخطيط العراقية؟ لا سيد محمد، هذا شنو علاقته بتوطين رواتب الإقليم؟ لا هو القرار واضح، توطين رواتب الإقليم بالبنوك الاتحادية. نعم، إذا تسمح لي أكمل كلامي، أكيد أنا انتظرت 25 دقيقة ولابد أن تكون عندي 3 دقائق أتطرق إلى أصل الموضوع. خلاصة الموضوع الاتحاد لم يشرح القانون المطلوب زين، وحصل تحصل اختلافات وآراء حول حصة أقليم كردستان من الميزانية العامة. هذه العقلية اللي تنتقم من شعب كردستان، يعني المشكلة بهذه العقلية، وإلا حقيقة رئيس وزراء العراق قبل شهرين أصدر قرار من مجلس الوزراء، ليس فقط رئيس وزراء العراق، إنه حصة أقليم كردستان وأقله مبلغ 612 مليار يدفع لأقليم كردستان من أجل دفع رواتب أقليم كردستان. فمن هنا يعني أصل موضوع التجويع هو اللي حرام، أصل موضوع التجويع. ما عندنا دولة أخرى، حددني دولة واحدة كل العالم جوع شعبها ما عدا الجزء من العقلية الموجودة ببغداد. حقيقة لا أعممها، لأنه السيد شياع السوداني أيضا في بغداد، السيد الكاظم أيضا كان في بغداد، السيد عادل عبد المهدي ايضا كان في بغداد. يعني انا لا اقصد ذولي ما يجوعون، ذولي ما يجوعون، هذه العقلية التي تعادي شعب كردستان، ذولي ما يجوعون، ذولي ذكرتهم ما يجوعون. ان تتراجع هذه العقلية اللي عندها نفس تريد تنطق من الشعب الكردي. يعني ذولي اللي ذكرتهم ما يجوعون، ما يجوعون شعب اقليم كردستان، بس الباقيين لا عندهم نية انه يجوعون شعب اقليم كردستان. نعم بغداد فتها بكل وضوح، لأنه تجوع أقليم كردستان فعلا. أنا لا أعتبرني لا جزء من حكومة أقليم كردستان ولا جزء من حكومة بغداد. يعني هسه أنت ذكرت ثلاث رؤساء وزراء، السوداني والكاظمي وعبد المهدي، ثلاثة وما يجوع، يعني بقوا عندنا بس اثنين، يعني بس العبادي والمالكي. ليش حكومة بغداد تنتقم مني أنا؟ زين هسه انت ذكرت ذولا ثلاث رؤساء وزراء ما يريدون يجوعون اقليم كردستان، عندنا بس العبادي والمالكي. بعدين هي القصه مو بس هاي المحكمه الاتحاديه، وما تريد تقطع الرواتب عنكم، هي تريد بس يعني اكمل السؤال. ها الكنترول الى الصوت استاذ محمد، ما اسمح لي. علوا له الصوت يا شباب، علوا له الصوت. هي المحكمة الاتحادية ما قطعت الرواتب، هي قالت انه يجب ان يوطن في بنوك الاتحاد، البنوك الاتحادية، رافديا، رشيد. الكنترول الله يخليكم، تمام راح اروح وارجع لك، راح اروح وارجع لك نتكلم، الصوت كان جدا صافي، تمام راح على نفس الدبابه، راح اروح وارجع لك. سيد عبد الرحمن، هذا تجويع لشعب اقليم كردستان، سمعت استاذ محمد يقول.
لا ابدا، يعني كل الاحترام والتقدير لكل شعب كردستان، ولكن استاذ محمد يعرف كل زين وهو جزء من الحزب الديمقراطي، رغم انه هو ساكن مو في اربيل العاصمه. انا احنا ما اريد اعرف، هم هسه اقليم شركاء في الوطن يتبعون القوانين الدستور العراقي اللي يتحدث فيها جنابه، يطبقون ماده 140، يطبقون المعابر الحدوديه المخترقه عندهم، المصافي النفطيه التي استخرجت لحد الان، كملوا الاحصاء ما كملتوا هذا كل ما هنالك. رادت الحكومه العراقيه ان تحل هاي مشكله الرواتب اللي هي مشكله عقيمه عندكم انتم. يعني انا ما بدي اجيك على كركوك والتدخلات السياسيه، سهل نينوى، ما احكي لك علي دياله، هذا انت كل يريد الاقليم، الاقليم يريد يستحوذ زين. يعني رغم انه ياخذ حقه وزايد يعني هسه هو يقول يتجوع، هو منو متجوع؟ ابن السماوه متجوع، وابن البصره وابن العماره، لو ابن اربيل بالعكس ما عندكم تجويع انتم، انتم في حاله استقرار اقتصادي عاليه جدا زين بالنسبه للعراق، وفي حاله اعمار في كل محافظاتكم اللي هي دهوك وسليمانيه ودهوك، وايضا كركوك اللي جزء منها هم لكم استحوذتوا عليها. انا اقول بالتالي قرار الحكومه قرار صائب. ليش؟ اليوم قرار المحكمه الاتحاديه وليس قرار الحكومه حتى تكون واضحه. هذا المواطن الكردي يطلع مظاهرات بسليمانيه وباربيل يقول ما عندي راتب، والجماعه مصارفهم ممتلئه مدخومه من مليارات الدولارات والزعامات الكرديه. مصارفهم هم يعرفونها باوروبا وبالمانيا وبامريكا وبادنبرا، مصارف اقليم، مصارف العائله، العائله الكرديه يا اخي هذه نعرفها احنا. هسه هذه اجيب لك انا لست من امريكا، ايش قد عندنا مسعود نيجرفان الشملوك مسرور الشملوك، والشعب الكردي يتحدث بالجوع. مو هذه مغالطه؟ الحكومه العراقيه والدستور العراقي يقول الراتب تاخذه من المصرف الرسمي مالي اللي هو رافدين رشيد تحت القضيه. هذا ضمن ضوابط، انت شنو المانع؟ سوي احصاء، شوف ايش قد انت المواطنين الموظفين اللي عندك اللي يستلمون الراتب، ايش قد عندك فائض اليوم جاي تستلم انت، ايش قد عندك اموال جاي تروح للبيشمركه، القوات القتاليه التي لا تهش ولا تنش، كل شيء ما مستفادين من يمها. هسه انا عندي حشد جاي ادفع له رواتب دافع 4 سنوات، البيشمركه يوميه تركيا تضربكم ما تتحرك، شو تسوي البيشمركه ما داعي. البيشمركه خوب مو تصرف كيفه، لازم غير امر من القائد العام. هسه انا اعني ما اعني استاذ محمد، انا عندي تفاصيل هواي عن هذا الموضوع. وهذه مو قضيه عداء، هذه اخويه لكم انتم كردستان. طبقوا اليوم قرار المحكمة الاتحادية بقضية المصرف وتوزيع الرواتب بصورة صحيحة. تمام دكتور رافي، شنو رأيك بهذا القرار اليوم؟ لاحظ عبد الرحمن، اسمعني عبد الرحمن تفضل. أولا يعني احنا الشرقيين والمسلمين عندنا أدب، وناس ذو نضال أو ذو عمر أقله عندما نطلق أسماءهم نسميهم مع اما باللقب او مع كلمه السيد، السيد مسعود، السيد نجيب بارزاني، هذا الادب لازم نتعلمه. نعم. ثانيا يعني هو سوى قال سيد وما قال سيد، محمد هو الاتهام اكبر من سيد ومو سيد. هو يقول لك مصارفهم مدروسه اموال، والشعب الكردستاني جوعان، انت رحت على سيد وعفت هاي. هذه كذبه، هذه كذبه استاذ محمد، يعني هذه الكذبه ليش تجيب تحط اساس الموضوع؟ الله يعطيهم خير وبركه ان شاء الله يزيد في اموالهم. لكن اصل الموضوع يعني حكومه اقليم كردستان باعتبار هو جزء من العراق عليه ان يستلم الميزانيه، شانه شان محافظات اخرى، المناطق الاخرى من العراق عنده حصه في الميزانيه، لانه العراق يكمل بعضه وبعضا، منطقة عندها نفط، منطقة عندها لا هسه شنو المشكلة؟ هسه شنو المشكلة إذا تسلم الرواتب؟ أنا ما فهمت. حتى الدستور يجمعنا. أصل الموضوع هنا تمام أستاذ محمد، أنا أريد أروح الدكتور رافد وأرجع حسب الدستور العراقي لهذا تحصل. إذا تسمح لي أستاذ محمد، فعلا عندي مشكلة الصوت. الحكومة الاتحادية ما شرحت القوانين، لا يجوز بسبب هذه الخلافات حول الصلاحيات أن تجوعون شعب. ليش هذا الحقد ضد شعب كردستان؟ يابا ماكو يعني حقد، ماكو حقد، ليش حقد؟ أنتم شعبنا عمي، أنتم أخواتنا، إحنا شركاء بالوطن عمي، ماكو. إحنا دا نحكي الشعب الكردي المشكلة بسياسات الزعامات السادة، السادة نعم، السيد مسرور والسيد جرفان
والسيد مسعود البرزاني يا أخي، راجعوهم وطلعوا مظاهرات على الحكم العراقي، مظاهرات على الزعامات يا أستاذ محمد. يا حبيبي أستاذ محمد، هذا أنت اللي بتحكي ولا عبد الرحمن يقاطعني؟ زين تمام، أعطيني مجال، خلي أروح للدكتور رافد وأرجع لك مرة ثانية، جمع لي الأشياء. أنا أدري صوتي يمك مو هذا القرار وصف بأنه تجويع، بس الحكومة تريد تنظم أمورها. يعني اللي انا استمعت لاراء بعض الكراد ايضا منقسمين حقيقه. يعني ايضا السيد الجزائري، نعم السيد الجزائري واضح انه الاتهامات للديمقراطي، ديمقراطي يخزن وكذا ويريد يستحوذ ويريد كذا 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 الى اخره. جزء يعني المعارضه الموجوده في اقليم كردستان مع هذا القرار، ايضا الاتحاد ممكن مع هذا القرار، لكن بالتالي انا اقول اكو ماده دستوريه على الجميع أن يحتكم إليها. حقيقة الشعب الكردستاني جائع الآن، يعني الموظف ما يستلم راتبة 3 أشهر وأربعة أشهر، وحقيقة هذا موضوع بنوع من الغبن. من اللي يتحمل مسؤولية الموضوع؟ الاثنين بصراحة. يعني حكومة إقليم كردستان يجب أن تكون أكثر شفافية مع المركز، وأيضا المركز يجب أن يكون أكثر شفافية مع إقليم كردستان. الحقيقة أن الضبابية موجودة بهذا الموضوع، لأن النص الدستوري أكو بي يعني الظاهر أكو بي فجوات. أيضا لدينا حكومة إقليم كردستان حتى هذه اللحظة أعداد الموظفين، بعض من أطراف الإطار التنسيقي يقولون ما هذه الأرقام مبالغ بها، والرواتب تذهب إلى بطون الأحزاب الكردية الفاسدة، وإقليم كردستان نفس اللحظة يقول ما عندنا، إحنا شفافين ونرسل العائدات النفط، وإحنا لدينا اتفاقات مع إقليم كردستان. لكن أنا في جنب من وجهة نظر الشخصية أنا أقول هنالك من يدفع لضرب الحزب الديمقراطي وإضعافه في إقليم كردستان. من هذا الموضوع مو سليم. من اللي يدفع؟ جزء من الإطار التنسيقي. هذا الموضوع مو سليم على وحدة العراق، مو سليم على ثقل الديمقراطي خارجيا. يعني انت تعرف بعض المشاكل، يذهبون الى كاك مسعود، يعني اللي هي يعترض الاخ على كلمه السيد كاك مسعود، سمعته يقول اني احب كلمه كاك مسعود اكثر من زعيم، يحبها يعني. فبالنسبه للاخوان داخل الاطار او القوى السياسيه، الكثير من المشاكل اللي مع الولايات المتحده الامريكيه اللي اكثر ثقه يعني لدى الامريكان هو كاك مسعود، فلذلك ليش تخسرون هذا الموضوع؟ يعني هو سليم. مقرب؟ طبعا مقرب، مقرب للامريكان؟ طبعا لديه علاقات دوليه متينه جدا. زين، ولديه علاقات مع اعضاء في الكونغرس الامريكي، مع الجمهوريين مع الديمقراطيين، وهذا خساره. اللي يلعب سياسه ليه يلعب هاي مو سليمه، مو سليمه. يقول لك مو اكو ناس، يعني هذا اذا ما نظم الدوله انا ما اصرف رواتب للناس وما كذا، شلون؟ لا هو بعدين هذا قرار قضائي. لا انا احترم مثل ما فاجاتنا القضائي. مثل ما فاجاتنا بقضيه محمد الحلبوسي بالضبط، هسه اليوم هم طلعت بقرار. اي مو هاي وين تريد تودينا هاي القرارات؟ وين تريد تودينا؟ هي مو المشكله بالماده الدستوريه او القضاء. من يحرك هاي؟ من يطرق ابواب المحكمه الاتحاديه؟ زين، هذول الاشخاص اللي يطرقون واللي يخربون الاستقرار السياسي ما بين الإطار والسنة ومن بين الإطار والكرد، من هو؟ أنا أقول أكو أطراف داخل الإطار التنسيقي، ربما أنا أقول هي تريد أن تسقط حكومة السيد السوداني، ولا أخفيك سرا أن هنالك نعم لا أنا والله غمزكم والله شوف، وأنا والله غمزكم والله السيد مسعود يتحكم بسمح لي بالسياسة الخارجية. ليش ما تقول أبو الاتحاد؟ لا ابو الاتحاد صديقكم، وهذا لا مو صديقنا، الكل اصدقائنا، احنا شركاء. استاذ محمد وياهم. استاذ محمد لك الكلام، تفضل. بلي هذا كان بشان النقطه الاولى، يعني بشان رواتب اقليم كردستان، معاشات الناس، يعني ما عندك ولا دوله في العالم اصلا هذه الصلاحيات، او هذه الدول ذات الاصل المقدس اللي كانت تتصرف برقاب الناس وباموال الناس انقرضت الا في العراق. النقطه الثانيه، حقيقه قرار هذه المحكمه كان يتعلق بموضوع الانتخابات، و يعني اولا اصلا ما كان من اختصاصها، لانه موضوع انتخابات اقليم كردستان ليس من الصلاحيات الاتحادية الحصرية، يعني أساسا ما كانت يجب أن تتدخل، تدخلت فأساءت إلى قيم المجتمع الكردستاني. يعني موضوع
التعايش، موضوع الأديان الأخرى، يعني حتى كلمة أقليات نحن في ثقافتنا في كلتورنا نخشى، لا نريد أن نقول الأقليات الدينية، الأديان الأخرى، هناك تعايش في أقليم كردستان. ومن هنا أيضا انطلق موضوع الكوتا، والموضوع الكوتا موجود بالعراق، يعني موجود الكوتا، الأقليات موجودة، كوتا النساء موجودة. الآن إجا أفتى، يعني إجا أثبت فوضى أكثر في الموضوع. يعني أولا إحنا في برلمان كردستان مو عندنا 100 مقعد، عندنا 105. 100 قبل كان 105، 100 لشعب كردستان المسلمين وخمسة كان المسيحيين. فيما بعد 2013 صار التعديل وصار 111، بمعنى خمس مقاعد للتركمان ومقعد للأرمن. الآن اجت هذه المحكمة وتقول لك 100 مقعد، زين والمسيحيين ايش صار بهم؟ عشان انت كوتا التركمان الغيته، وكوتا المسيحيين موجودة من 92، من أول انتخابات في أقليم كردستان. أستاذ محمد، الأرمن، أستاذ محمد يا معود، بس أعطينا مجال شوية. أستاذ محمد، ما حدا بس ملي تفضل حبيب. أستاذ محمد، أنتم شركاء بالقبة التشريعية لو مو شركاء بالعراق؟ موجودين. هذا منو اللي يكلمني؟ أنا أخوك السيد عبد الرحمن الجزائري. ما يعطوني صورة. سيد عبد الرحمن الجزائري. بس بسمع صوتي مو واضح؟ واضح. أستاذ محمد هذا أنت تفضل تسأل سؤالك. أستاذ محمد أنا أسألك سؤال. أنت فصلت الموضوع مع الكودة والأقليات، خلي أوضح لك فد موضوع أنت الظاهر ما عندك يعني دراية به. أي قرار يصدر من الحكومة العراقية بالشراكة، يعني يصدر من القبة التشريعية، يعني إخواننا الأكراد خطأ، من تفاهم السياسة خطأ، ما أعرف هذا منه. أنا خريج علوم سياسة مرتين يا معود، حتى ملينا من السياسة حبيبي. الله يخليك. نحن مني الكتل البرلمانية. لا لا لا، اسمع مني قرار ما تروح للبرلمانات تصدر قرارات تحرق العمل الحكومة، هذا بس موجود مع ما كنت أعطي للحكومة تصحيح من العمل. ما كنت أعطي، ما عندك هذا وجهة نظرك البرلماني. اسمعني، أنا مدرس علوم سياسية وهذا تخصصي، نظم الأحزاب هذا تخصصي. اي بالله، اسمح لي أشرح لك. خلنا نسمع منك بالله. الكتل البرلمانية اللي تشكل الحكومة مهمتها تصديق على الحكومة، التصديق على برامج الحكومي والعمل، اصدار قوانين، تعديل قرار. منين يجي تعديل قرار؟ هم يصدرون قوانين من 91 اقليم. اسمعني يا ابوي، مشاريع قوانين يعرقلون عمل الحكومه. زين انا مثلا اذا اصدرت انت من 91 اقليم من 2003 مني، ماكو قرارات جديده، متغيرات تصير، كردي بها السني بها الاطاري. فمن المفترض البرلمان اللي يشكل الحكومات يدعم المشاريع الآتية من الحكومة. احنا ما نسوي مثل بعض. تمام سالم محمد، انا وقت شارح على الانتهاء. سالم محمد، الحكومة او الحكومة مشغولة في مفاوضات معينة، روح نجمع تواقيع. تمام سالم محمد، مو تجمع تواقيع، مرتبط بالقرار. بس اسمح لي، قرار مال المحكمة مرتبط بالقبة التشريعية يا حبيبي. يعني شركائك الكراد هم اكو مسودة يسمونها يوقعون عليها، وبعدين تروح المحكمة. يعني القرار مو جاي فوضوي. انت اسمع عبد الرحمن، لا مو رفع دعوة، ما رفع دعوة، لا مقترح. اسمعني عبد الرحمن، تعديل القرار، مقترح الوطني الكردستاني. انا ابدا ما راح للمحكمة الاتحادية يقول الغوا كوتا الأقليات الدينية الأديان الأخرى الموجودة في أقليم كردستان. طبعا هذه من قيم مجتمعنا، ما عندنا أي حزب ماخذين الحكومة الاتحادية حقوقهم. لا تخاف عليهم، الأقليات النسية كيفية الدائرة بعدين حقوقه. زين محمد، هذه المحكمة المشرع الكردستاني، يعني الانتخابات السابقة ما ينص على الدوائر الانتخابية، مناطق انتخابية. هذا ما له علاقة بالانتخابية، تختلف عن الدوائر الانتخابية. أخوي
استاذ محمد يعني هسه بس بمعنى هذا من حسب فهمي انا بالمناسبه استاذ محمد الحكومه اقليم كردستان لغايه الان ما اصدرت اي قرار او راي واضح حول هذا الموضوع. استاذ محمد تفسيري انا باعتباري اعيش في اقليم كردستان وفعلا تخصصي علوم سياسيه. استاذ محمد تسمعني؟ بلي تفضل اسمع. تمام انا بس باختصار شديد جدا قل لي شنو الضرر اللي صاح يصيب الرواتب اذا وطنت على المصارف الحكوميه؟ انا اولا ما اصلا ما اعتقد الموضوع هو توطين على المصارف الحكوميه هو المقصود يعني لانه هذا شيء وهذا التصرف رغم انه هذه المحكمه تصرفت مرات اخرى ضد الدستور اصلا تشكيلها غير دستوري هذا موضوع جداً اخر جدا لكن ما اعرف هذا التفسير اللي انتم قدمته ان حضرتك بالبرامج بالمقدمه قدمته منو يقول لك بانه هذه الرواتب لا تدفع الى موظفي اقليم كردستان من خلال حكومه اقليم كردستان؟ يعني ما له قرار من المحكمه الاتحاديه اللي قريته الحكومه في بغداد في الاقليم. انا هذا قرار المحكمه الاتحاديه قريته. شكرا لك استاذ محمد عبد المجيد المخاطر الكردستاني من دهوك. شكرا لحضرتك. سلامات سلامتك. شكرا ايضا للدكتور رافد العطواني الباحث في الشان السياسي. شكرا للسيد عبد الرحمن الجزائري عضو ائتلاف دولة القانون. أنا لا أتبنى هنا وإنما نقلت قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بإقليم كردستان نصا لا زيادة ولا نقصان. في أمان الله.